طيب احنا شفنا طبعا استوديو التحكيم والاراء المختلفه في مباراه الاهلي ووادي دجله، وازاي الحكم الكابتن احمد الشناوي والكابتن ناصر عباس شافوا انه الحكم حكم المباراه احمد الغندور اهدر الحق القانوني في المباراه، وازاي حكم الفار لم يتدخل لاقرار حقوق واضحه جدا للنادي الاهلي في ضربتين جزاء كانت النتيجه ايقاف الحكم حسام عزب حسب ما اكد لي مسؤول بارز في الاتحاد. طيب المباراه التاليه والاهلي والزمالك، انت بتتكلم على منافسه، بتتكلم على القطبيه او حاله المنافسه اللي موجوده، الزمالك بيلعب مع انبي، الحكم محمد الصباحي وحكم الفيديو، حكام الفيديو دلوقتي بقوا هم المهمين اكتر من مساعدين الملعب. صبحي العمراوي لتقنيه الفيديو ومعاه احمد عبد الله مساعد الفيديو. طيب الاثنين حقوق مشروعه لانبي اشتكى منها وصرخ وقال وزاد الكابتن حلمي طولان، لكن حلمي طولان راجل منافس من حقه يطالب بحقوقه. راي التحكيم ايه؟ كابتن احمد الشناوي متحدثا في اون تايم سبورتس عن اداء الحكم في مباراه الزمالك وانبي. طالما حاجه عندك صوره توري الحكم حاجه ما شافهاش قدمها له، قدمها له وقررت. طيب الاول هسال حضرتك سؤال مهم دلوقتي الناس قاعده بتساله، طيب افرض انا كحكم فار ندهت على الصباحي في السماعات في الايربيس اقول له يا كابتن ارجع للفار، يا كابتن ارجع للفار، هو مش عايز يرجع للفار، اعمل له ايه بقى؟ خلاص ما هو خلي بالك من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقول لك عليها ان شوف بص واضح جدا ان داخل منطقه الجزاء اهي نمشي بس اذا جوه المخالفه جوه منطقه الجزاء كنت يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا اعتبر ان الصباحي راح وشاف اللعبه راح شاف اللعبه اللعبه دي مش ممكن ما يحتسبهاش يقول دي بلاي اون ما فيهاش اي حاجه، ممكن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن بس هيشوفها يعني هيشوفها من رؤيه ثانيه يعني حضرتك لو انت دلوقتي حكم يا كابتن احمد لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا في ركله جزاء طبعا ركله الجزاء طيب انا علمت ركله الجزاء موجوده مفيش كلام، الدفع للاعب هو النهارده قال بيعمل اتاحه فرصه اللاعب اللي ام اللي خد الكره اللي بعد كده لا ما ينفعش اتاحه فرصه ركله جزاء ركله جزاء ده اديني ركله الجزاء ومالكش دعوه انا ضيعها ما ضيعهاش نشوف مش ركله ركله جزاء وبعدين الفار يقول لك مش ركله جزاء ما يجراش حاجه بس انت المفروض تصفر عليها يعني ده حادث دهس لا دهس وضربه جزاء الراجل ما لعبش على الكوره قد لو راها يكون فيها كارت احمر كمان حرم اللاعب من فرصه مؤكده فهو وعده ايوه هنا بقى يعني اسمها ايه دي؟ هتيجي تقول لي اصل الحكم طب ما جريش كده ليه؟ هو احنا كل مره يتقال لك اصل الحكم ما شافش؟ ما هو الحكم لو ما شافش كتير يبقى مشكله يبقى تحركه وعايز مراجعه بص يا استاذ ابراهيم كل ما هو بشري محتاج اخذ ورد ومراجعه لازم الاراده تبقى موجوده ان احنا عايزين ندي الحق لاصحابه بس